السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة واقتصادية. اليوم غنديروا السيجار، السيجار بالطن، سهل واقتصادي، وانا شحرت كل شيء باش ما يجيكم الفيديو طويل. عندي هنايا نص كيلو ديال الورقة، الورقة صغيرة بالنسبة للمبتدئات. وعندي هنايا واحد جوج معالق ديال الزيتون، عندي جوج خزوات محكوكين مشحرين، عندي هنايا بصله وحده مشحره، وعندي هنايا الشعريه ديال الشينوا شويه فزقتها بالماء وقطعتها وشحرتها حتى هي، وعندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وعندي واحد شويه ديال الفرماج حمر، وعندي شويه ديال الطون والعطريه درت فيها شويه الملحه شويه البزار شويه التحميره شويه الكمون واحد كنور ديال الحوت شويه البزار. صافي وشحرت كلشي مزيان، حتى شحرته ها هو راه يبان لكم معلق، وزدت ليه شويه الفرماج حمر ودرت فيه شويه ديال الثومه غير شويه الكيك والحامض. صافي وتشحروا كلشي ونعمر بهم هالو باش غير ما يجيكم الفيديو طويل. نبداو على بركة الله. عندي هنا الورقة نحلها، هاد الوصفة سهلة زعما كلشي يقدر يديرها في دارو، ما كتسمى زعما ماشي شي حاجة كتيرة وما سهلة. كتهزو الورقة، هزوا شويه من هذا الخليط. بالنسبه للمبتدئات يما راه ما شاء الله كل شيء عارف، هي المبتدئات اللي يلاه بداو وتجمعوا الجنيبات هكا وتلويو. اللي خاف تحلي هاد الورقة، اللي بالنسبة اللي غاي بالنسبة اللي غاي يقليهم في الزيت يدهنهم هنايا بشوية ديال الفرص والماء، اللي ما غاي يقليهم في الزيت يغشيهم في الفران بحالي دابا انا غنديرهم في الفران، يدير لهم غير هكا راهو ما كيتجمعوا ريوسهم. او ما نديرها هنا وغندخلها للفران، وغندخلها للفران يطيبوا. غنحطهم هنايا نعاود معاكم وحده اخرى، وساهلين ما كاين مسهل من هاد الوصفه، راه ما كايناش الوصفه اقتصاديه وسهله وزوينه في الفطور. ديروا واحد الشويه هنا، ولا بغيتوا ديروا بهم بريوات، ديروا السيجار ها بحال هادو، بغيتوا ديروا ديك البسطيلات الصغار بحال شكل الورده. المهم هاد الخليط والورقه راه غادي تخرجوا فيهم بزاف الاشكال وتعمروا الطبله ديالكم. ما ساهلين كيحتاجوا لا مجهود لا والو، ما كيتحلوش. تتبغيو تدخلوهم للفران دهنوهم مازال بشويه ديال الزيت باش ما يترتقوا لكم، ولا خليتوهم بحال هكا راه غيترتقوا غير من الفوق، الورقه ترتق حيت ناشفه كتقطع من الفوق. والخضره ديما دخلوا الخضره للاكل ديالكم. ايوا ندير معكم وحده اخرى.
طريقه وحيده، ما دير ما ديروا كاع جوج. صافي ندير معكم غير هادي باش ما يجيكم الفيديو طويل. وتبعوا الفيديو تاع الاخر، اللي ما تابونا معايا تابونا معايا، وشي التعليق يكونوا زوينين. وغندهنهم هنايا بشويه ديال الزيت وغندخلهم للفران، ملي يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو. ها هو السيجار ديالي، السيجار ديالي طاب، خرجتهم من الفران ومقرمشين، مقرمشين. كنتمنى يعجبكم، والسلام عليكم. ترى وصفه اخرى ان شاء الله.